وليد من الجزائر، باحث في الأنثروبولوجيا، ناشط سياسي وحقوقي ومحل سياسي. شكرا على الاستضافة. والله كنت طلبت مني تعليق على تصريحات وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأسبوع الماضي عبد القادر مساهل. ربما الجزائريين عبروا عن هذا، عن رفضهم لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة. ظن أن الوزير عندما صرح بهذا الكلام لم يكن في كامل قواه، يعني النفسية والعقلية. ماذا؟ لأن تصريح مليء بالتحامل على المغرب، تصريح يجانب الحقيقة، لأن ذكر فيه بعض الأمور التي هي معاكسة تمام الحقيقة. كثير من الجزائريين قالوا بلي أنه لا يمكن المسيرة الجزائرية الدبلوماسية التي يشهد لها العالم والعالم الثالث التي كان لها دور كبير، فهذه تدخل في إطار الفشل الذي يعانيه النظام الجزائري أمام إنجازات لا يمكن إنكارها، إنجازات حققها المغرب. وربما آخر إنجاز الذي أثار حفيظة المسؤولين الجزائريين هو انطلاق أول قمر صناعي يوم 8 نوفمبر يغطي منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. وطبعا الجزائر كانت دائما تقول بأنها هي الدولة الإقليمية العظيمة عسكريا وكذا. المغرب يأتي ويرسل هذا القمر الصناعي ليثبت عكس ذلك، وهذا أثار كثيرا جدا حفيظة الجزائريين. الشعبان أخوان، البلدان ينتظرهما مصير خطير جدا. هناك إرهاب، هناك إعادة بناء للمنطقة المغاربية تبنى ونحن نتناحر. قوى عظمى تريد عن طريق مثلا ليبيا والساحل أنها تفرض علينا ترتيبات أمنية وجيوسياسية، وإحنا قاعدين مثل الأطفال الصغار الذين يدارون كالخاتم في الأصبع، وهذا لا يخدم الشعبين إطلاقا. أنا منطلق من إيماني بأنني مغاربي، أنتمي لهذه المنطقة، هذه منطقة شعب واحد ومصير واحد. دليل أني مقبل هذا الإشكال هذا كنت دائما على القنوات الدولية وندد بمثل هذه التصرفات، وكنت دائما هاجم النظام الجزائري. ولذا كان يعني يهاجموني في وسائل الإعلام وفي التواصل الاجتماعي، وأنك تدافع عن المغرب. أنا أدافع عمن يحقق نجاح. المغرب حقق نجاحات ولا يمكن إخفاء هذه النجاحات. الجزائر الآن لن تنهار، الجزائر الآن في ضعف مكين وواضح، فلا يمكن أيضا نغطي هذه هذا الضعف. نحن كمناضلين مواطنين تاع هذا المغرب الكبير نتجاوز هذه الحزازات. أنا أؤمن بشعب واحد، أؤمن بوحدة واحدة، بمصير واحد، وسأعمل دائما ما حييت مثل ما فعل أجدادي. فقط مذكر كما قلت منذ قليل بأنه المشروع المغاربي حملته الحركات الوطنية التحرورية في المغرب الكبير عن طريق نجم شمال إفريقيا، المشاريع التي دشنها محمد الخامس رحمه الله مع فرحة عباس رحمه الله وبورقيبة 59. طبعا هذا المشروع نحن لازلنا نؤمن به، كنا وحدة، ونقول بأنه ما يمس المغرب يمس الجزائر، وما يمس الجزائر يمس المغرب، وأن الناعقين في كل بلد من الجزائر ولا المغرب ليكفوا، فهؤلاء لا يمثلون الشعبين ولا يمثلون هذا الحلم الذي بناه أجدادنا ولا زال يراودنا، ولن نكف حتى نعطي اللبنة الأولى لبناء هذا المغرب الكبير.